متابعي قناة الدار، أهلا وسهلا بكم. أسود الأطلس استفادوا من الدروس السابقة للمنتخبات العربية التي سبقتهم. السعودية بعد فوز على الأرجنتين عادت للأداء الجيد لكنها فشلت أمام بولونيا. الركراكي بطريقته الخاصة وبطريقته الدفاعية المحضة التي اعتمد رفقة الوداد وأدت إلى الفوز بلقب تشامبيونز ليغ الأفريقية. اليوم في كأس العالم مباراة أولى أمام وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي انتهت بصفر مقابل صفر. الكل تحفظ على أداء الركراكي والطريقة التي لعب بها، نفس التشكيلة اعتمد في المباراة الثانية أمام بعبع العالم الشياطين الحمر المنتخب البلجيكي. الشياطين استسلمت وأصبحت ملائكة أمام الأسود. شوط أول تحفظ فيه المغاربة كثيرا ووليد الركراكي درس الخصم جيدا. تيري هونري على مقاعد البدلاء وهو مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا يقول بأي طريقة يا وليد تدير الأسود. شوط ثاني بحث الأسود عن الخروج بأقل الأضرار، التعادل ومجاراة إيقاع كندا، لكن أسود الأطلس سجلوا أول الأهداف عن طريق اللاعب عبد الحميد الصامبيري القادم من سابدوريا الإيطالي. الأزرق تحول إلى اللون الأحمر ولن تظن نفسك بقطر وكأنك بمركب محمد الخامس دونور أو على ملعب الرباط أو بأكادير. جمهور يهتف ولاعبون بلجيكيون لا يدرون أين يلعبون، هل هم في المغرب أم في قطر؟ العروبة توحدنا. هدف أول لأسود الأطلس منح الثقة للركراكي وللاعبيه. الركراكي كان جريئا وأقام تغييرات عدة، أخرج حكيمي من الجهة اليمنى وأدخل نصير وأدخل اللاعب يحيى عطية الله. الوداد الذي تحول إلى جهة اليسرى، وما يجب أن يقال هو أن يحيى عطية الله رغم أنه يلعب في فريق الوداد البيضاوي ويلعب في البطولة الوطنية، لكنه يقدم أداء كبيرا رفقة النخبة الوطنية وهو ظهير أيسر عصري بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عودة اللاعب نصير مزراوي إلى الجهة اليمنى أعاد بعض الدفء وخنق اللاعب دي براوين الذي تحول إلى هذا المكان. صنع مانشستر سيتي عدة فرص لكنه اليوم وقف أمام مدافع الأسود الذي كان اللاعب نايف أكرد مناراته الدفاعية. توالت الدقائق، حكيم زياش المتقاعد سمعة تشيلسي حضرت اليوم وطنيته ودافع طيلة 90 دقيقة، بل هاجم وأهدى تمريرة رائعة سجل من خلالها زكريا أبو خلال الهدف الثاني ليقول مونديال العرب نتمنى أن يكون عربيا. لا تستحقر الأسود فبإمكانهم الوصول إلى النهائي ولما لا الفوز بكأس العالم. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.